وقال لي بمنتهى الصراحة كده: انتي عندك ورم. وقال لي بمنتهى الصراحة كده: انتي عندك ورم مش حميد، هو خبيث، وهنتعالج في طريقتين، والثالثة هي الجراحة، بس الجراحة مش هتيجي غير بعد الكيماوي عشان نقلل حجمه، عشان هو حجمه مش صغير خالص. ده الحمد لله، يعني على حب ونعمة ربنا ليا، وهو بيحبني اكتر من ابتلاني. مش عايزة اطول عليكم، بس الكانسر مش اخر حاجة في الدنيا. انا عارفة انا بقى كويسة ان شاء الله بدون مقاطعة، انا وكل اللي يجيب ربنا انا راضية بيه. انا راضية جدا الحمد لله. اكتشفت ان بيبقى عنده ابتلاء في حاجة، ربنا بيديله حاجة معينة كده اللي هو ايه، تهدي لو اهدى، انا مديك حاجة وانت قدها، لو انت مش قدها مش هديها لك. انا بقعد اسأل نفسي كده، لو انا مش قد الابتلاء ده هيديهولي؟ لا، لان ربنا عادل جدا 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 فوق ما تتخيلوا، فانا عارفة ان انا قده. والمرض مش اخر حاجة في الدنيا، لا خالص خالص. انا ما وجهت انا لعند الدكتور، وبعد كده رحت بهية خدت عينة، لان بعد ما ظهر السونار والهيروجرام ان انا عندي كتلة غير مرغوب فيها وغريبة جدا وفيها تفاعلات ومش طبيعية كده. فالدكتورة قالت لي احنا لازم ناخد عينة، لازم ناخد عينة من الكتلة دي من جوه. طيب فقلت مش هاخد عينة بره بهية، بس انا رحت بهية عملت التحاليل جوه والاشعة والعينات وكل حاجة، ورحت اتعرضت على الدكتور امبارح في بهية، كان معادي هناك، وقال لي بمنتهى الصراحة كده: انتي عندك ورم مش حميد، هو خبيث. والموضوع بسيط يا جماعة، لو شكيت في اي حاجة في جسمك، حسيت ان في حاجة عندك في الثدي، حسيت ان كتلة بسيطة، ما تقوليش ده كيس دهني وراه بكرة بعده بكرة بعده بكرة بعده، لان حتى الاكياس الدهنية بتقلب. مع انه جاي في وقت غريب، انا فرحي خلاص واجلته من شهرين. فبجد شكرا لصحابي، وشكرا ليك، وشكرا لكل ام عندي قالت لي ربنا يشفي. بصوا جماعه بجد شكرا من قلبي.